مصر تعود إلى نقطة الصفر. ده المنشط الأساسي لجريدة اليوم السابع صباح الغد إن شاء الله. قوات خاصة تقتحم الميدان لإخلائه من المتظاهرين واشتباكات بالحجارة والمولوتوف حول التحرير. 1114 مصابا ومرشح الرئاسة يحذرون من تداعيات الأحداث على المستقبل السياسي للبلاد. 1144 ما نعرفش واحنا قاعدين بيزيدوا هيبقى هم اعلنوا النهارده في ثلاثة شهداء اعتقد ان هم ستة. انا اسفة ان انا اقول لكم يعني انا اسفة اقول لكم ان كنت بكلم مستشفى الميدان دلوقتي والله ستة ايوه وصل العدد الى ستة. وهناك 68 شخصية عامة تطالب العسكري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني. واللواء الفنجري يؤكد فين البي دي اف بتاع اليوم السابع يا جماعة؟ اللواء الفنجري الانتخابات في موعدها وفي وجهات كثيرة وراء أنا كنت هقول وجهات نظر وجهات كثيرة وراء أحداث التحرير. خلوا بالكم جهات واصابع مش جهه واحده لا وفي قبضوا على سوري وامريكيه سوريا وامريكيه مقدمينهم للنيابه ايه الموضوع؟ برضو دي من السخف اللي يعني في تصور انه لما انت تمسك مثلا حد في الميدان مراسل او حد معدي من ده التحرير ده مكان فيه سكن كتير جدا للاجانب او متعلم اللغه العربيه من الامريكان وجنبك الجامعه الامريكيه يعني لما تقبض على واحدة أمريكية معدية في الميدان أو واقفة مع ناس أصحابها وتوديهم للنيابة فأنت كده بتتصور وجهة النظر الأمنية اللي يعني المتدنية جدا المتدهورة لضياعة البلد إن أنت لما توديهم معنى كده إن أنت بتلوث شكل الثوار وبتقول إن في أصابع أجنبية موجودة في الميدان ده عمل كل حاجة بس جرابيل طلع جاسوس كلها بس ده كان جاسوس انا كنت لسه هقول لكم بدلناه ب 25 تاجر مخدرات